تمثل كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية نموذج الإبداع والتطور ولتسليط الضوء على هذه الإدارة المميزة والتجربة الفريدة من نوعها نرحب بضيفتنا في الاستديو الدكتورة سارة الحمدان المستشار القانوني حياك الله دكتورة معنا حبيتي الله يحييك وأنا سعيدة جدا أني متواجدة معك اليوم إحنا أسعد أكيد أصليم. وأكيد دكتورة نبي نسأل أكثر عن هذه الكلية شنو تحتوي وشنو تفيد المشتركين فيه اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية هي تعتبر أول مؤسسة بحثية متخصصة في مجال الإدارة الحكومية. نعم. طبعاً انطلقت تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في عام 2005. نعم. هي تعتبر داعم مميز جداً لبرامج التميز الحكومي في دبي. نعم. ومن اهم اهدافها اعداد قاده المستقبل واستشراق المستقبل، جميل. يمكن هم تخطوا مرحله التميز والرضا الوظيفي الى مراحل اكبر منها بوايد. نعم. فالكليه هذا هدفها انها تساعد على تحقيق الهدف اللي ماشي عليه سياسه حكومه دبي. جميل، ومنو هي الشريحه اللي حا... تحاولون ان تستهدفونها علشان يكونون مشاركين في هذه الكليه؟ مثل ما قلت لك اختي دانا هي مختصة في مجال الإدارة الحكومية نعم فاللي تخاطبهم بس عشان ما يصير لبس يمكن الناس تسمع كلية تفكر إنها طلبة أو صح أو لا هي تخاطب المؤسسات الحكومية م. والموظفين الحكوميين فيها أو إذا كان عنده خبرة في مجال عمل الحكومي لكنه مو على رأس عمله نعم هذه الفئات اللي تقدر تستفيد من البرامج اللي تقدمها الكلية جميل وشلون تم الحصول على هذه الوكالة للكلية؟ أنا أقول لك شلون يمكن احنا وايد كنا مستائين من مستوى الخدمات اللي تقدم عندنا ودائما نقارن وشيء ما يختلف عليه اثنين دائما كنا نقارن مع دولة الامارات وبالتحديد دبي نعم. واحنا نهنيهم على النجاح اللي هم وصلوا وهم يستحقونه لكن قلنا ليش ما نغير ليش ما نحول هذه النظره السلبيه الى نظره ايجابيه نعم. آه، ليش ما نستفيد من هذه المقارنه؟ وانا عندي كل المعطيات اللي تخليني استفيد. مم. انا عندي قرب اقليمي، عندي تقارب ثقافي، صحيح. اقتصادي، اجتماعي. ليش ما نستفيد من كل هالمعطيات؟ مم. والاهم من هذا كله انهم فاتحين بابهم. اي شخص حاب يستفيد من اي تجربه اثبتت نجاحها عندهم، بابهم مفتوح و... ويعني اللي يبي حياه الله على مم. قولهم. فاحنا كمجموعه شباب يمكن مختصين شوية في مجال التدريب نعم. خلينا الجانب التقليدي للتدريب على جنب وبلشنا نشتغل من منطلق وطني أكثر وعملي أكثر نعم. حطينا قدام عيوننا هدف إن إحنا قادرين نرجع الكويت أحسن من قبل ونقدر نخليها مثل قبل رائدة في كل المجالات نعم. فبلشنا نركز على النقاط اللي تساعد في نهضة العمل الحكومي بالكويت قمنا في عدد عدة دورات تناولت الحكومة الذكية وهذه الدورات صارت يمكن بالكويت وبرا الكويت بعد صحيح. ما ما اقتصرت بس على دبي مم. يمكن كلية محمد بن راشد ساعدتنا أن ننسق ورشة عمل بالتعاون مع محاكم دبي لوزارة العدل هنا بالكويت جميل. وتمت الورشة بالكويت في معهد القضاء بالتحديد مم. ولاقت صدى وايد كبير اللي أدار الورشة نخبة من أهم مدراء الإدارات في محاكم دبي. مم. ولخصوا كل الخدمات الإلكترونية اللي يقدمونها في مجال المحاكم وايد ولاقت وايد استحسان يمكن حتى من قبل الوزير الأدل آنذاك سيد عقوب الصانع نعم. بلشنا في مرحلة ثانية يمكن إحنا كان لنا السبق أن إحنا نعطي دورات أو ورش عمل في المجال اللي هو تطبيقات التميز المؤسسي نعم. هذا النوع من الورش تحتاج زيارات ميدانية يعني المتدرب بعد الجانب النظري اللي يطلع عليه بالدورة احنا ناخذه لزيارة ميدانية او ورشة عمل كل الكلام اللي شافه بالمدة النظرية اللي قضاها في الدورة نعم. يشوفها تطبيق عمل على أرض الواقع اكثر الجهات اللي كنا نروحها هي كانت كلية محمد بن راشد حلو. زيارة على زيارة اكثر من مرة لفتهم اندفاعنا إحنا كشباب كويتي وحابين ننقل هالمعرفة للكويت وحابين نفيد دولة الكويت فحبوا أن يكون التعاون بشكل رسمي أكثر وإحنا كنا نتمنى هالشي فما ترددنا اللحظة اول ما عرضوا علينا هذا الطلب وحصلنا على هالشرف وصرنا ممثلين الكليه بالكويت. جميل يعطيكم العافيه وقواكم الله وحلو عافية. ان احنا نشوف شباب كويتيين حابين ان هم يغيرون من الاوضاع الاقتصاديه والحكوميه وغيرها من الاوضاع اللي قاعد يعني تعاني منها البلد ويحاولون ان هم يغيرونها للاحسن، هل دكتوره تشوفين ان احنا عندنا فعلا كوادر شابه عندها يعني الشغف في التربيه؟ التغيير وحب التغيير وهم قادرين على هذا التغيير ايضا. طبعا يعني انا وغيري وغيري لما دول اخرى يعني تحتاجهم ويطلبونهم كمعاونين لنهضتهم هذا بحد ذاته شيء كبير. صح. يعني انا لما اشتغل تحت مظله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وانا بنت كويتيه وشابه هذا بحد ذاته اضافه. صح. يعني هذا يعني شيء ما يختلف عليه اثنين الكوادر الكويتيه مبدعه وطاقات يعني يعجز اللسان عن وصف ابداعاتها الفتة نظر كل الدول العربيه مو بس دول الخليج يعني محتاجه شويه دعم بس ولا شبابنا ما عليهم خوف صراحه يرفعون الراس في كل مجال تحطينهم فيه اذا وين تحسين الدعم المطلوب يعني قاعد نشوف الشباب الكويتيين مبدعين في كافه المجالات تبارك الرحمن وقاعد نشوف الامثله هذه على جميع الاصعده الرياضيه التجاريه ايضا من ناحيه الاختراعات قاعد نشوف وايد شباب قاعدين يسوون اختراعات جدا جميله قاعد توصل الى العالميه صح شنو نوعيه الدعم اللي يحتاج الشاب الكويتي علشان يظل باستمراريه في هذا الابداع؟ شوفي يمكن انا جوابي راح يكون مختلف نوعا ما، انا ما راح اقول لك احنا نحتاج دعم من الحكومه او من الجهات المختصه لا الشاب الكويتي يحتاج دعمه من نفسه، هو اللي حم يعني يكون الدافع موجود وما يتخاذل لحظه ولا يأس لحظه في انه يعطي للبلد مهما كانت الظروف. مهما كانت يعني المراحل اللي قاعد تمر فيها دوله الكويت بس احنا قادرين نعم. احنا نقدر نحط ايدنا بايد اي سلطه معنيه بالكويت سواء سلطه تشريعيه او تنفيذيه ونعاونهم بطريقه حتى غير مباشره نعم. ان نساعدهم في انهم ينجزون مهامهم ما احنا محتاجين ان نكون احنا في موضع سلطه معين لا بالعكس البني ادم سلطان نفسه انت في بيئه عملك تقدر تنجح نعم. وعلى فكره ترى النجاح معدي يعني انا لما اكون ناجحه في مجالي ولا ابتكر اي شغله تسهل عمل المو يعني المراجع او تخليه ينجز مهمه الموظف تنجز بشكل اسرع صدقيني راح تنتقل من موظف لموظف ومن اداره لاداره. صحيح. صحيح وعلى طريق الحكومه الالكترونيه والعمل الالكتروني قاعد نشوف انه بعض الجهات الحكوميه بدات شويه تتجه الى هذا الجانب مع ان احنا كنا ننادي بالحكومه الالكترونيه من مده جدا طويله صحيح. ولكن ان احنا نشوفهم بلشوا في خطوات وان كانت صغيره هذه بادره امل طبعاً. ان احنا نشوفها للمستقبل الجاي. طبعا. بالنسبه للشباب الحين انا يهمني وتركيزي على شباب بما انكم ايضا انتم مجموعه شباب عندها هذا الامل وهذا الطاقه في التغيير. أه كلية محمد بن راشد للاداره الحكوميه للي بيشارك فيها شون عمليه المشاركه وشنو راح يستفيد؟ اللي حاب يطور من نفسه في المجال اللي هو يحتاجه يعني يحس انه عنده نقص في موضوع معين ما هالموضوع ما يخليه يؤدي بشكل صح في جهه عمله ممكن يلجأ لهم عندهم برامج تدريبيه واسعه في هالمجال نعم. اللي عنده مثلا مشروع حاب انه يقدمه لجهه عمله محتاج بحوث معينه دراسات معينه او استشارات الكليه قادره انها تفيده في هالمجال النقطه وايد الاهم واللفتة الحلوه اللي تقدمها الكليه هي البرامج الاكاديميه نعم. يعني عندهم برامج ماجستير تلامس حاجه العمل الحكومي حل. يعني عندهم برامج بالاداره العامه عندهم برامج في الابتكار فتخيلي انت عندك ماجستير في الابتكار شنو هالشي شلون هالشي راح ياثر على ادائك في وظيفتك صح. شلون راح ينعكس على الاداره اللي انا اداوم فيها م. يعني وايد نقاط وايد خدمات تقدمها الكليه احنا بحاجه لها م. وبابهم مفتوح طبعا حق الكل ويمكن واحنا موجودين كممثل رسمي اللي اي شخص حاب انه يتواصل معنا احنا نقدر نوصلهم ونقدم الطلبات عنهم بعد. جميل جميل يعطيكم العافيه اكيد. حبيب. دكتوره ساره ما تشوفين ان احنا في الوطن العربي حاليا وتحديدا يعني نفتقد الى المشاريع العملاقه اللي هي تكون بمستويات عالميه او ممكن ان هي تنافس العالميه فيها؟ طبعا نفتقد، احنا ما نقدر ننكر هذا الشيء. بس اذا احنا بنتكلم على يعني بشكل عام بالوطن العربي كل دوله لها ظروفها. نعم. يعني في دول تمنعها ظروفها الاقتصاديه انها تقيم مثل هالمشاريع. نعم. وفي دول قادره اقتصاديا لكن تمر في ظروف سياسيه تمنعها من انها تكمل مسيرتها في تنفيذ خطتها التنمويه. صحيح. لكن هذا مو معناته ان احنا نيأس او نلتزم الصمت مثل ما قلت قبل شوي، بالعكس اذا تجربه بحجم تجربه كليه محمد بن راشد ما تمت بديرتنا الكويت فهي تمت بديرتنا الثانيه صح. يعني دوله الامارات احنا ما نعدها ديرتنا الثانيه أكيد. ما صارت عندنا احنا نروح للامارات ونستفيد وننقل كل المعرفه اللي توصلوا لها بديرتنا الكويت نعم نعم ما ما هي عيب ولا هي غلط طبعا. ان الواحد يعني يتبادل هذه المعرفه ويروح يطلب المعرفه وان كانت في صحيح يعني بمكان بعيد الناس صح. قاعد تروح تدرس في امريكا ودول يعني يتغربون فيها علشان ياخذون المعرفه والتعليم واذا كانت الدوله يمنا وهم اهلنا واحبابنا ف فبعت... الهدف بالنهايه هو نهضت الكويت وأن الردها رائدة في كل المجالات أبدا ما في أي عيب أنا عندي آه بهالموضوع الغاية تبرر الوسيلة بالعكس أكيد, أكيد. لا قواكم الله, الله وشغل الله طيب وإحنا نتمنى أن شباب الكويتي كلهم يسعون أن يغيرون للأفضل وبالنهاية هذا الشيء بيعود له هو نفسيته راح ترتاح طبعا علشان ينجز بشكل أفضل صحيح. كلمة أخيرة حابة توجهنا دكتور أنا كتير. حابة أشكرك أول شيء أختي دانا حابة مم. أشكر قناة الرأي بشكل عام والقائمين على البرنامج مسائي بشكل خاص وحابة أوجه رسالة للشباب أكيد. لو ولا تيأسون واي فرصه فيها نهضه للبلد تمسكوا فيها. اكيد شكرا لك وشكرا على حضورك ونورتينا في استديو مسائي شكرا لك الدكتوره ساره الحمدان المستشار القانوني. تسلمين حبيبتي. مشاهدينا احنا مستمرين معكم في باقي فقراتنا لكن من بعد هذا الفاصل.